بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، أسعد الله أيامكم بولادة إمام الشيعة الرابع الإمام زين العابدين عليه السلام. وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولمراجعنا العظام كافة، سيما سماحة المرجع المفدى آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، وللأمة الإسلامية والشيعية جمعاء. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في برنامج أبطال كربلاء في وجدان العالم من لبنان، دائما مع ضيفي سماحة الشيخ جلال معاش. أهلا وسهلا سماحة الشيخ. لم تعرف الدنيا في عمرها الطويل أناسا كالأئمة عليهم السلام، فقد جمعوا المكارم كلها وحازوا الفضائل بأجمعها. والحديث عن الإمام الرابع زين العابدين عليه السلام ذو شجون، من أين نبدأ به؟ هل نبدأ من صبره وحكمته، أو علمه وصحيفته السجادية التي تعتبر مدرسة بل جامعة للعالم على مر العصور، أم من الحرية التي أرسى قواعدها الإمام زين العابدين عليه السلام؟ كل هذه المواضيع ستكون محور حلقتنا مع سماحة الشيخ جلال معاش في برنامج أبطال كربلاء في وجدان العالم. من جديد أهلا وسهلا سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، في الحلقات الأولى والثانية بذكرى مواليد أقمار كربلاء الإمام حسين والإمام العباس عليهما السلام، ربطنا بين هاتين الشخصيتين والوجدان العالمي. كيف يمكن أن نربط بين الإمام زين العابدين عليه السلام والوجدان العالمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. الإمام زين العابدين سلام الله عليه، بدأت قضية الإمام في يوم عاشوراء. كيف عرف الإمام؟ في يوم عاشوراء كان دور الإمام الحسين وأبي الفضل العباس سلام الله عليهما وبني هاشم وأصحاب الإمام. شاء الله سبحانه وتعالى أن يغيب دور الإمام زين العابدين في يوم عاشوراء، جعله مريضا في خيمة حتى لا تنقطع ذرية آل رسول الله. وكم مرة هو أراد الحرب ولكن الإمام رفض، إن شاء الله سبحانه يبقى، وتعرض للقتل في يوم عاشوراء وفي الشام وفي الكوفة، ولكن القصة طويلة. المهم الإمام زين العابدين تبين قضيته وبرزت بعد شهادة أبيه، وخصوصا بعد رجوعه إلى المدينة. الإمام بدأ يعيش تحت سلطة الأمويين والإرهاب الأموي، فلم يتمكن أن يتحرك بالشكل المطلوب كما هم أهل البيت سلام الله عليه. نعم. فبدأ يفكر بطريقة كيف يوصل الرسالة الإسلامية إلى العالم، بأي طريقة، بأي وضع يسمح له سياسيا واجتماعيا. فبدأ بأسلوب الدعاء. نعم. وتربية العبيد وما أشبه ذلك. بدأ يأتي بالعبيد من كل الأماكن في العالم، أكثر دول العالم، يأتي بهم يعني يشتريهم ويربيهم تربية نموذجية رسالية قرآنية محمدية علوية فاطمية، ثم يطلق سراحهم. فهذا التأثير الوجداني العالمي. فبدأ أشوف الإمام بهذه الطريقة بدأ يرسل العبيد يرجعون وهم يحملون رسالة القرآن الكريم ورسالة أهل البيت سلام الله عليه. تطرقتم إلى فقرة مهمة، الدعاء في حياة الإمام زين العابدين. كيف كان الدعاء هو محط جذب لأنظار المؤمنين حول الإمام زين العابدين؟ أستاذ حسن، تعرف كل إمام مر بظروف خاصة، بوضع خاص، فكان يلتجئ إلى شيء. الإمام زين العابدين للظروف السياسية اللي كانت تحت
حكم بني أمية ما كان يتحركون بشكل بحرية كاملة، فكان يستغل أسلوب وهو أسلوب الدعاء وأسلوب التربية، تربية العبيد. أسلوب تقول ليش عبيد؟ سنتطرق لاحقا إذا هذا الموضوع، خلينا بس بالدعاء. الدعاء هو الفرق بين الدعاء والقرآن. ماذا؟ القرآن هو كلام الله مع العبد. العبد. الدعاء كلام العبد مع الله. مع الله سبحانه وتعالى. فالإمام زين العابدين سلام الله عليه أراد أن لا يكون منعزلا عن الناس، لا يكون بعيدا عن المجتمع. وهو في البيت تحت الإقامة الجبرية تقريبا مدة من الزمن، فاستخدم أسلوب الدعاء. ذكرنا أن أفضل دعاء لأئمة أهل البيت سلام الله عليه الإمام زين العابدين المناجات، مثلا واحد منهم المناجات 15. نعم. الصحيفة السجادية عندنا الجامعة عندها الكاملة. أنا أطلب من الأخوة المشاهدين أن يأخذون جامعة. الصحيفة السجادية الجامعة هي أوسع من الصحيفة السجادية الكاملة. وتأتي إلى حقيقة، يعني كل دعاء ينقلك إلى عالم آخر. كل دعاء، كل مناجات، كل دعاء حقيقة عندما تأتي. ولكن مع الأسف الآن هو الصحيفة السجادية الآن شبه مهجورة يعني. زين، فأشوف هذا الدعاء خلى الناس، كل إنسان، كل إنسان حتى غير مسلم الذي يريد أن يرتبط بالله سبحانه، أن يناجي الباري عز وجل، يأتي إلى هذه الأدعية الرهيبة. تذكر مرة جاءني واحد من الحسكة بالشام، نعم، ويقرأ لي في الدعاء. قلت له شو معنى الدعاء؟ الدعاء ماذا تقول أصلا؟ جملة واحدة من الدعاء ما كان يقرأ دعاء صحيح. قلت له انتظر، كان من أبناء العامة. طب عندي هذا، قلت له جيب لي من المكتبة صحيفة السجادية. قلت له هاي هدية لك، لو أتيتني بسطر واحد من هذا الدعاء أنا مستعد أقدم لك كل شيء. سطر مو كتاب. حقيقة أدعية روحانية بليغة أبعاد كبيرة. فأقول هذا الدعاء جعل وسيلة ارتباط شيعة علي، ارتباط المسلمين بالإمام زين العابدين عن طريق الدعاء. فأشوف أنا أدعو وأعرف جماعة استبصروا كثيرين بسبب الصحيفة السجادية، أحسد. فكان أثر، لأنه هذا المستبصر أو المسلمين بالعالم مثلا عنده بعض الأفراد المقدسين عنده وحافظين القرآن، لماذا نشوف فقط يركزون على حفظ القرآن؟ لأنه ما عندهم شيء غير القرآن، ما عندهم شيء ثاني. نعم. فعندما يجي يشوف صحيفة سجادية يعني أصلا هي إعجاز، ينصدم. الصحيفة السجادية فعلا إعجاز، ينصدم شو هذا الدعاء. ولذلك أنا أعرف كثير من الوهابية غير من أبناء العامة، حتى الوهابية أنا شخصيا عندي استقراء عن المستبصرين، رأيت كثير من هؤلاء استبصروا عن طريق الصحيفة السجادية أو عن طريق الدعاء. نعم. أصل الدعاء دعاء، كان دعاء الصباح أو دعاء كمين أو دعاء جوشن الكبير، أي دعاء كان، كان عن طريق الدعاء هؤلاء استبصروا. فأشوف أيضا، لنقول أين الإمام زين العابدين في الحياة السياسية وفي عهد بني أمية؟ نقول نعم، الإمام كان موجود. أصلا هو الدعاء سلاح المؤمن. أحسنتم. فاستخدم الإمام أهم سلاح أصبح لوجه الأمويين أصلا. نعم. سلاح ذو عدة أبعاد، مو بعد واحد. نعم. نعم تفضل. سمحت الشيخ، ما هي الرسالة التي طبعها الإمام زين العابدين من خلال خطبته في الشام، وما هي أبعاد هذه الخطبة العالمية، يعني أبعادها السياسية الاجتماعية الاقتصادية عالميا؟ هذا أستاذ حسن حلقة كاملة يعني بإيجاز واختصار، ونحن اليوم بميلاد الإمام يعني. سلام الله، سلام الله عليه. نشوف إحنا عندما جاءوا بالسبايا قطيب في الكوفة قضوا الخوارج. نعم. بالشام خوارج، والشام يهلهلون والمزامير والكذا والدفوف. طيب عندما يصعد الإمام ويخطب، بس وقت ما عدنا بين تفاصيل، يصعد المنبر ويخطب، هو قال يزيد، قال أتأذن لي أصعد هذه الأعواد لأتكلم بكلمات فيه إلا لله رضا وللجالسين أجرا ولهؤلاء أجرا وثواب. طيب هاي ما تدرسنا. نعم. أعطانا درس إحنا خطباء، خطباء العالم. إذا أردتم أن يرضى عنكم الباري عز وجل في رسالتكم، ها
هاي نقطتين، تكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء أجلس أجر وثواب. إذن نقطتين لتوفيق الخطيب ما علينا. طيب الإمام قال له ليزيد ماذا ما يحسن هذا الفتى، شنو عنده، رجل ضعيف مريض، فعلا كان ضعيف مريض. نعم. فقال إنه من أهل بيت زق العلم زقا، لو صعد المنبر لم ينزل إلا بفضيحة وفضيحة آل أبي سفيان. نعم. المهم صعد المنبر أعطينا ستا وفضلنا بسبع، بدأ بالخطاب مالته، وإذا المسجد الجامع بالشام انبهروا، من هذا، من المتحدث، هذا ما يقول، ولك هذا ابن الحسين، هذا سبط النبي برسول الله، هذا ابن فاطمة، ذول عجيب. فشوف سوى ضجة، هذا أقول الخطاب. نعم. الخطاب أو الكلمة، الكلمة شنو الطيبة صدقة. نعم. الكلمة يمكن أن تقلب كل الموازين، وهي بالفعل كلمة الإمام زين العابدين بهذه الخطبة قلبت كل الموازين بالشام فعلا، يعني حرضت كل الجالسين من العرس. نعم. على تعبيرنا من العرس والدفوف إلى عزاء وبكاء، يقول ضج الناس بالبكاء والعويل. شو هذا؟ ماذا قال الإمام؟ عرس والدفوف والطبول يتحول إلى عزاء. فحقيقة الخطبة كل فقرة هاي أعطينا ستا وفضلنا بسبع، هو هذا يحتاج إلى كلام طويل وعريض، العلم كلام، الحلم كلام، الشجاعة المحبة الولاية كله كلام يحتاج. فالإمام زين العابدين بخطبته يعني ترك انطباعا كبيرا في العالم غير الصحيفة السجادية. طبعا عمل تحول استراتيجي في الدولة الأموية أثناء فعلا قلب النفوس. نعم. شوف أستاذ حسن، الشام شو؟ الشام قلعة بني أمية، جزاكم الله خير. طيب القلعة يعني العاصمة مالتهم، فعندما يأتي الإمام زين العابدين في عقر دارهم يزلزل العرش الأموي، ما هذا؟ هذا يعني إنجاز جبار وعظيم من الإمام سلام الله عليه، وهو عليل وهو مريض، تو خارج من فاجعة عاشوراء. نعم. والسبي شهر كامل بالسبي، يعني هذا موقف يعني ترك انطباعا في كل العالم. أحسنت سمحت الشيخ. سمحت الشيخ، لنتحدث قليلا عن الأثر المادي والمعنوي التي تركه الإمام زين العابدين في الشام. المعنوي بعد في الخطبة بيناها، نجي الجانب المادي أيضا. نعم. الجانب المادي ترك أثر في كل مكان، يعني إلى اليوم ونحن نذهب إلى زيارة الشام وسوريا، ونسأل الله أن يعيد الأمن والأمان لهذه المنطقة، نرى حي قريب سيدة رقية يسمى باسم حي زين العابدين. نعم نعم، احنا كنا ساكنين في سوريا مدة من الزمن. نعم. هذا الاسم حي زين العابدين، لماذا حي زين العابدين؟ يعني حي الإمام الكاظم مثلا، لماذا عن سائر الأئمة؟ فأقول كان الإمام زين العابدين في الشام أثر كبير جدا. نعم. هذا الحي تفضلته باسم إمام زين العابدين. في عندما تدخل إلى الجامع الكبير في الشام تروح إلى رأس الحسين. نعم. مقام رأس الحسين صحيح؟ نعم. وهناك موضع صلاة الإمام زين العابدين، محراب الإمام زين العابدين. نعم. هذا أيضا يذكرنا بالإمام زين العابدين سلام الله عليه. أيضا أكو في حماه جبل، في قمة الجبل مقام للإمام زين العابدين، ويقصد هذا المقام، يعني من الأخوم اللبناني من يجون على حلب. نعم. على كذا. نعم. على حمص وعلى حماه يمرون. نعم. ويزورون هذا المقام. وأتذكر أحد أصدقائي من أصدقائي إذا هو يشاهدني، في كان ساكن في النرويج، قال لي أنا منذ سنوات أسعى على زوجي، ربما 7 سنوات، فلم أوفق، أي باب أطرقه أبدأ ينغلق، أبدأ من هنا يقول فشيء عجيب، البعض كثير يصور هذا مسوي له عمل أو سحر. المهم يقول قالوا أكو مقام للإمام زين العابدين في حماة، يقول أول مرة أسمع. نعم. يقول لي إلي، يقول أول مرة أسمع. فيقول ذهبت إلى حماة وتوسلت ونذرت نذرا عند الإمام زين العابدين،
توصلت. يقول شيخنا رجعت يعني من حما، ايش قد مسافه؟ ساعتين الشام؟ نعم. رجعت من حما الى دمشق. يقول بعد ما شافني احد الاخوه قال لي انت وين؟ قلت والله كل انا ساكن في النرويج كذا. قال لي ماذا لا تتزوج؟ لماذا لا؟ عمي اقدمت كثيرا. قال تعال في بنت، فحصل على بنت نصف عمره وقدموا له بدون مهر تسهيلات عجيبه. هو نفس اليوم رجوعه من الامام زين، هو سبع سنوات يبحث عن زوجه لم يجد، وراجع من المقام فورا. فالامام زين عليه سلام الله عليه، المسجد الاموي هذا مسجد الشام اكو لحد هذا اليوم المنبر، منبر موجود، هذا المنبر الذي خطب فيه الامام، ومكان جلوس السبايا والحكام وحكام بني اميه والسلاطين. ها ذكرى والصلاة والحي وهذا المقام. وهذا أيضا يذكرنا أن الإمام زين العابدين يمكن نقول أكثر بلد ترك فيه أثر غير المدينة المنورة بيتهم وكذا هو في الشام. بس هناك أيضا أثار مادية بكذا مكان، يعني ينقل لنا أحد الإخوة بالموصل أيضا هناك حمام باسم حمام العليل. نعم هذا أحسنتم. هذا أقول في العراق أيضا. نعم. له لهذول الأسارة عندما أخذوهم من كربلاء ومروا بهم أيضا هذا المكان كان له مقام الإمام. عندما يقال مقام يعني ما جلس هنا صلى فيه، الآن يزار ويتبرك وتحمل إليه النذورات. نعم. وطبعا من الطبيعي ما بدنا ننسى أنه في بعلبك زرع الإمام زين العابدين شجرة كما يقال، وبقيت إلى اليوم موجودة أمام مقام السيدة خولة عليه السلام. إن شاء الله نذهب إن شاء الله غدا إن شاء الله إن شاء الله نذهب إلى الزيارة بإذن الله. سماحة الشيخ، ما هي الرسالة العالمية التي أرادها الإمام زين العابدين من خلال رسالة الحقوق؟ العالم اليوم ضمن منظمات دولية. نعم. ومنظمات حقوق الإنسان، صحيح؟ والآن باعتبار المشاكل في كل العالم موجودة، من يدافع عن الإنسان المظلوم؟ إنسان مظلوم من يدافع عنه؟ فأكو الآن منظمات دولية ودستور ونظام خاص، ولحد هذا اليوم هذا ما كان إلا قبل سنوات ما كان. نعم. إلا قبل يمكن 1890 يمكن بلش، يعني قول إلى 70-80 سنة. نعم. ما كان موجود هالموضوع أو 200 سنة. أما الإمام زين العابد قبل قديش؟ 1400 سنة، 1400 و1350 سنة الإمام زين العابد تحدث عن حقوق برنامج مش حقوق الإنسان، في حتى حقوق الحيوان. نعم. خلى برنامج ودستور ومكتوب الآن، ويقال في البلاد الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي جنيف استفادوا من رسالة الإمام. يعني بعض البنود أخذوها من الإمام، اقتباس من رسالة الحقوق الإمام زين العابدين. هم يقولون ما يقول رسالة الحقوق أو الصحف السجادية أو الإمام زين العابدين، ولكن عندما تأتي شوف بعض النصوص مأخوذة من الإمام. حقيقة إذا نريد أن نتحدث عن حقوق، كل حق هو يحتاج إلى لقاء كامل. نعم. كل حق من هذه الحقوق فعلا. وذاك بعض المؤلفين جزاهم الله خير جزاء كتبوا كتبا خاصة عن الحقوق، وبعضهم حصلوا على الدكتوراه والماجستير في رسالة حقوق الإمام زين العابدين سلام الله. نحن نقول للعالم اليوم يا أصحاب الحقوق، يا منظمات الدولية في العالم، أين أنتم من رسالة الحقوق الإمام زين العابدين؟ هل طبقتموها؟ مع الأسف اليوم منظمات فقط حق، يعني منظمات صورية أحسنتم، مو حقيقية. هاي الشعوب الآن تقتل، الشعوب تذبح، ملايين من الشعوب تشرد في العالم. أين حقوق الإنسان؟ وين المواقف؟ من الذي يزيد هذا الهشيم وهذا النار في الهشيم؟ من الذي يزرع هذه الفتن أين منظمات دولية؟ فأقول نحتاج، ما دام ذكرتم هذا الموضوع. نعم. أطلب من كافة المسلمين في العالم، من المثقفين، من الحقوقيين، من المحامين، أن يؤسسوا منظمات حقوقية للدفاع عن المسلمين في العالم. المسلمون مضطهدون اليوم، فنحتاج إلى مو منظمة واحدة، نحتاج إلى مئات المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة بالخصوص. أقول بشكل عام حقوق المسلمين وبالأخص حقوق الشيعة. ربما أستاذ حسن تسألني لماذا تؤكد على حقوق الشيعة؟ لأن الشيعة هم أكثر طائفة بالعالم يذبحون. نعم. يقتلون، يشردون،
وأكبر دليل شوف انتشار الشيعة بالعالم. طبعا سماحة المرجع سيد صادق الشيرازي تطرق بأكثر من مرة لهذه المواضيع، وتم تأسيس أكثر من منظمة عالمية منها الشيعة رايتس ووتش. سمحت الشيخ، خلينا شوي نتكلم عن موضوع الحريات في العالم، وأنتوا بالبداية تطرقتوا لموضوع أن الإمام زين العابدين كان يستقدم العبيد، يعلمهم وثم يطلقهم أحرارا في العالم. كيف استفاد العالم من تجربة الإمام زين العابدين حول الحريات؟ والله في موضوع الحرية وموضوع التربية وموضوع التبليغ، يعني سؤالكم هذا يفتح لنا أبواب عديدة. أولا طبيعة البشر على الفطرة الطيبة، يعني مثل الأرض الخصبة، أي بذرة تخلي في الأرض شو تنبت فورا، فقلوب الناس على الفطرة طيبة. فلو نحن تمكننا أن نوصل رسالة أهل البيت ومنها رسالة الإمام زين العابدين للعالم، لدخل الناس إلى الإسلام أفواجا. نعم. وإلى مذهب أهل البيت كما اليوم العالم كله طبعا. ما في مكان في العالم هنا اليوم إلا وهناك متوجهين إلى مذهب أهل البيت، لأن كان مغيب تضليل إعلامي ضخم كان على التشيع. الآن الحمد لله رب العالمين، نحن ماذا نريد؟ نحن نريد انقاذ العالم، مو والله ناتي بالاخرين يصيرون والله شيعة ونسوي لنا حزب، لا، نحن نريد ان ناتي بالعالم لكي ننقذهم من الضياع، من الفقر، من المجاعة، من التمزق، من الجهل. هذه كانت رسالتنا، نريد ان نقول امام زين العابدين عندما جاء بالعبيد لما يتمكن يتكلم مع الاخرين، كان تحت الحكم الاستبدادي الاموي، فكان ياتي بعنوان عبيد في البيت يربيهم يرسلهم، فكان يبعث العبيد بعبارة اليوم، مصطلح اليوم المبلغين، إرسال المبلغ. أنا أدعو الحوزات العلمية وقلتها مرارا وأكرر، أدعو الحوزات العلمية والمشرفين على الحوزات والمدارس الدينية أن يتعبوا جيدا على تهيئة جيل من آلاف من المبلغين لكي يرسلوا إلى بلدان وقرى العالم حتى ينشر علوم آل محمد إلى كل مكان. فيمكن من هذا الجانب أن نستفيد في موضوع التربية أولادنا. تربية شبابنا. وين شبابنا؟ لازم نهتم بتربية الشباب. سماحة المرجع في كل مرة أودعه يقول عليك بالشباب. لازم من هذه الذكرى يوم ولادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه أن نخرج بالنتيجة، النتيجة أحد النتائج غير جانب الحقوقي، جانب الرسالة السماوية، جانب أيضا التربية. نعم. أن نربي أولادنا، نربي شبابنا، لا تقول هذا صغير، لا منذ صغره لازم نربي أولادنا ونربيهم على حب أهل البيت وعلى منهج على أهل البيت وعن مدرسة أهل البيت حتى يرفعوا هذا اللواء ويكون منارا ونموذجا حيا طيبا للعالم. أحسنتم سماحة الشيخ. اليوم الشيعة متوجهين في الزيارة الشعبانية إلى كربلاء، ودائما كربلاء هي مهوى القلوب، إنما اليوم ولادة الإمام زين العابدين عليه السلام ومقام الإمام زين العابدين على الأرض مدروس. كيف يمكن أن نستفيد من خلال علاقتنا إما كدول إسلامية مع بعضنا البعض أو علاقتنا الشخصية كمراجع ودينية وروحية مع الآخرين حتى نصل بنتيجة إلى بناء هذه المراقد المقدسة في البقيع؟ حقيقة هذه المراقد البقيع تعتبر جرح نازف مستمر في قلب كل الشيعة في العالم وبقلب أحرار العالم. مهم، سؤال مهم هذا. فاجعة البقيع، عندي كتاب اسمه نعم. فاجعة البقيع. أهل البيت مظلومون نعم. في حياتهم وفي مماتهم، يعني هذا الحقد على أهل البيت لماذا ما نعرف. إحنا إذا نجي من حيث التراث، العالم كله، كل دول العالم يحتفظون بتراثهم نعم. إحنا ليش ما لنا حق كشيعة وكمسلمين أن نحافظ على تراث أهل البيت؟ ليش قبر الإمام زين العابدين مهدم
إذا تقولون هذا بدعة وشرك، لماذا قبر النبي وهو مسافة 100 متر، البقيع عن قبر النبي 100 متر، لماذا قبر النبي له قبر شامخ والإمام ليس له قبر شامخ؟ لماذا؟ طبعا مع مطالبتنا ببناء قبر النبي أفضل من هذا. ونطالب. نعم. أنا من يوم كتبت هذا الكتاب فاجعت البقيع إلى هذا، إلى أن أموت لا أترك موضوع البقيع. في كل مكان، في كل بقعة، في كل لقاء، في كل ندوة، في كل تبليغ، في كل جولة أذكر موضوع البقيع. لازم تعاد قبور أئمة البقيع أو كل البقيع. نعم. هناك قبور لآل بيت رسول الله، ما فقط الأئمة الأربعة، الإمام الحسن، الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، أربعة من الأئمة. أيضا إلى عم النبي، زوجات النبي، كذا فلان، عمات النبي، ابن إبراهيم ابن النبي، صفية وعاتي عمات النبي، زين، أم البنين، عندك هذه القبور. بأي مناسبة أنتم لا ترغبون؟ أنتم جهة خاصة اسمكم الوهابية، أنتم أتباع محمد بن عبد الوهاب، أبناء ابن تيمية، أنتم بهذا الشيء تؤمنون؟ زين، نحن ما لنا حق؟ فأقول كما هناك قبور لحتى رؤساء المذاهب الإسلامية الأربعة لهم قبور، والإمام زين العابدين ورئيس مذهبنا الإمام جعفر الصادق هو إمام المذاهب الأربعة. نعم. لماذا هؤلاء ما عاد القبور؟ فنحن من هذا الموقع ومن هذا المكان ومن قناة الإمام الحسين، ومن خلال مسؤوليتكم، نطالب بإعادة بناء قبور أئمة البقيع بأي ثمن. سمحت الشيخ، شوي بدي أسأل سؤال وبعتذر يعني، بس بصراحة، هل الشيعة أدوا حقوق هذه القضية أم أنه هن مقصرين سياسيا واجتماعيا؟ والله أنا شو مقصرين أستاذ حسن، الشيخ حسن الشيرازي رحمة الله رضوان الله عليه، هذا قبل تقريبا 45 سنة أو أكثر كان متكلم مع الملك السعودي في ذلك الوقت وأقنعه على بناء قبور وأخذ موافقة، بس بعض الحساد بعض المنافسين مع الأسف خربوا هذا المشروع. ولكن أنا أرى الآن نحن مشغولين بأنفسنا، بمصالحنا الشخصية، بأحزابنا، بمنظماتنا، بحركاتنا. لازم من مراجع الشيعة إلى حوزاتنا، إلى المفكرين، إلى الجامعيين، إلى الأساتذة، إلى الكتاب، إلى الخطباء، لازم كلنا حملة واحدة أن نحيي 8 شوال. نعم. الذي هدم فيه قبور البقيع في عام 1344 للهجرة، في عام 1925 ميلادية. لازم خلال 90 سنة أو 92 سنة نمر على هدم قبور البقيع، نطالب ويتحرك الجميع، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الكل مسؤول. لازم من الآن، نحن الآن في شهر شعبان. نعم. بعد شهر رمضان 8 شوال، ما بقى شيء، تقريبا شهرين على ذكرى البقيع، ونطالب بهذا اليوم ميلاد إمام زين العابدين أن يعاد بناء قبر الإمام زين العابدين والأئمة الأطهار وباقي بيت آل رسول الله. أحسنتم سماحة الشيخ، من جديد نجدد مباركتنا وتهانينا لكم ولجميع المشاهدين الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية بولادة هذه الأقمار. سماحة الشيخ، في ختام هذه الحلقة إذا أحببتم كلمة ختامية من الروح إلى الروح هذه المرة لمشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية. أول تحية أخرى نقدمها لمسؤولي قناة الإمام الحسين وعلى الجهود المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في جانب الإعلام. نعم. إمام زين العابدين في خطبة قلب الشام. نعم. الآن نحن كفكر أهل البيت بعد لم يوصل إلى العالم، أكو تقصير أو أكو قصور في عدم إيصال فكر أهل البيت إلى العالم. نحن اليوم بحاجة أن نبني بعد عشرات القنوات الفضائية، أو كما قال سماحة المرجع حفظه الله، أن يكون عندنا قمر صناعي. نعم. قمر صناعي للشيعة باسم الإمام علي. قمر خاص لنا. نعم. ولازم تجار الشيعة يبذلون أموال حتى لنوفق لأن يكون عندنا الآن تقريبا هناك يمكن 12 ألف، مرة سمعت من سماحة المرجع قال عندنا الآن موجود 12 ألف قناة فضائية. إحنا الشيعة
كم عددنا الآن؟ تقريبا عددنا خمس العالم. نعم. يعني أقول لا يعني لازم عندنا تقريبا على حساب هذا 12 لازم عندنا خمس الفضائيات، يعني أقول 2000 2500 نعم. فضائية لازم عندنا. إحنا عندنا الآن كم؟ 50 قناة شيعية عندنا. بعد نحتاج 2000 وكذا كذا رقم من القنوات الفضل. يجب أن نركز على الإعلام حتى نوصل فكر أهل البيت للعالم. هذه وصية أراها ضرورية. أحسنتم سماحة الشيخ. مشاهدي قناة الإمام الحسين، إلى هنا نصل إلى ختام برنامج أبطال كربلاء في وجدان العالم. كل عام وأنتم بخير، موفقين ومسددين إن شاء الله بحق السيدة الزهراء ووالدها الإمام الحسين. Oh.